لاعبين مولودين في أفغانستان، أمريكا، ألمانيا، هولندا والدنمارك. اليوم المدرب أنوش داتسكير يغير على من 97 إلى 99، لكن هذا المدرب اللاعب جيمي داي لم يقدر على افتكاك مكان في الأحداث الأساسي، لأن الفعل قاعد الفريق يرفع الكرة مرة أخرى باتجاه محمد نبيب، مقطوعة في وسط الميدان. المباراة تبدو متكفئة بين، وهو من أكبر الملاعب تقريبا في تاجكستان، يحتضن مباريات فريق سي اس كا بامير دوشنبي واستقلال دوزا. يعاول عليها المنتخب الأفغاني، يظهر بصورة إلى حد الآن أفضل على مستوى التوازن الدفاعي والهجومي من المباراة الأولى أمام المنتخب القطري. كرة خطيرة بصفة مؤقتة ثم مساعد للألماني أوتو فيستر، وفي آخر 2018 عين رسميا مدربا أول للمنتخب في ريعان شبابه، خريج معهد كرة وجبة. محاولة من جهة اليمين لآدم نجم، تعود لفيصل شايستي. فيصل يعود مرة أخرى نور حسين، جدا يخلق كل المنافذ أمام منتخب أفغانستان. تعود الكرة مرة أخرى، لمسة من فرشاد نور، يرفع الكرة الطويلة. أوميد في المونديال وكذلك كأس أمم آسيا 2022 و2023، كرة تعود أفغانية مجددا من فيصل تشايستي، يلعب في اتجاه فيصل تشايستي، يلعب كرة لجهة الأولمبية الصيفية 1948، لعب ضد لوكسمبورغ وخسر 6-0. هذا المنتخب هجمة من خلال هذه الكرة الثابتة للمنتخب الأفغاني. فيصل تشايستي حاول التصويب السرية، يضرب فيصل والكرة للحارس أشرف الإسلام. يعني هو من أقدم المنتخبات في العالم، تم تقريبا إنشاء الاتحاد الأفغاني سنة 1922، انضم للفيفا عبر لنور حسين، يرسلها إلى الأمام. كرة ملعوبة في اتجاه فيصل تشايستي. فيصل عشر المنتخب الأفغاني، يتلاعب بدفاع نبيب والبقية في الدفاع، نبيب في الهجوم وعشر لاعبين في الدفاع. ممكن اعتبار رسم تكتيكي لتشيمي داي هذا الشوط الأول. منتخب ناجح فقط دفاعيا، ضعيف على المستوى الهجومي في التنشيط وفي التحول من الدفاع إلى الهجوم. فريق أوميد بول بعزي، لمسة لفيصل تشايستي، المساندة من جانب فرشاد نور. كرة أخرى، فرشاد سحب الهدف الوحيد، ثامن أهداف هذا اليوم مع منتخب أفغانستان في مباراته الدولية رقم 16. محترف أرجع الكرة، المحاولة أفغانية من جديد. فيصل تشايستي يلعب كرة مع فرشاد نور، تبادل المراكز، تغيير للوظائف في الأميري. فرشاد نور يصوب، فرشاد ليه التمرير توصل لفيصل تشايستي، التوزيع على القائمة الثانية، لا وجود لمهاجم. كرة تعود أنوش داتسكير، يعني تحدث بعد المباراة الأولى أمام المنتخب القطري، قال رغم الخسر في وسط الميدان. محاولة من فرشاد نور إلى أوميد بولباتزي، توصل إلى جهة اليمين إلى فيصل تشايستي، يرفع الكرة خطيرة، ترجع الكرة مرة أخرى من جهة اليمين. محاولة من جانب زبير أميري، أميري لمسة مع فرشاد نور، النور مع فيصل تشايستي، زبير، فيصل مرة أخرى، تشايستي. كرة أفغانية في المناطق الدفاعية لمنتخب بنغلاديش، اللمسة قلب الدفاع يلعب في مناطق المنتخب البنغالي، واضح جدا من خلال التأخر للاعبي منتخب بنغلاديش تقريبا في آخر آدم نجم. فيصل تشايستي، آدم مرة أخرى، فيصل من جديد، كرة ملعوبة. منتخب أفغانستان يقدم في مباراة على بنغلاديش. إسلام مامونول، كرة مقطوعة هجمة معاكسة من جانب فيصل تشايستي. فيصل تعود لمنتخب أفغانستان، لمسة من نور حسين إلى فيصل مرة أخرى، تشايستي. فيصل لمسة قصيرة مع آدم نجم، كرة تعود لمنتخب أفغانستان من الظهير الجديد عباسين علي خيل.
زوز تغييرات بالنسبة للمنتخب الأفغاني. تسجيل الهدف الثاني من هدف التعادل لبنغلاديش. كرة أخرى ملعوبة. هذا الثاني لا يضيع. يضيع الهدف الثاني على جبار تشارتي. فرصة أخرى. حكم المباراة الصيني يطلب اللعب. ما فيها شيء. كرة من جهة اليمين تعود من ميلاد. انتظار ميلاد. خروج بالكرة. مراوغة جيدة. ترجع في وسط الميدان. بنغلاديش. كرة قصيرة. قصيرة تقطع. ترجع لمنتخب أفغانستان من فرشاد نور. نور يرفع الكرة الطويلة. ممتازة العملية الفنية. مدافع برتبة ومواصفات وسط ميدان. صنع لعب. فنية كبيرة لقلب الدفاع. شريف محمد. طويلة ممتازة. دقة كبيرة في التوزيع من جانب نجم حيدري. كرة وفرصة لمنتخب أفغانستان. يحاول فيصل جايستي يرفع القيمة الثاني. النهاية. يريدون أن يمر الوقت بسرعة لتحقيق ثلاث نقاط. وهذه كرة كادت تباغت الحارس. أشرف الإسلام الرنا. كرة لخط وسط الميدان من جانب المدرب أنوش داتسكير. شعور بالخطر باعتبار أنه منتخب بنغلاديش مسك بس